السلام عليكم. السلام. نهاركم زين اخويا. شنو الامور؟ هانيه هانيه ان شاء الله لاباس. ان شاء الله ما فما كان الخير باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. ها ان شاء الله. ان شاء الله. صالح وري سمعك يا صالح. مازال من بعد شويه هاني طالع توا. يا اخويا ان شاء الله كل عام وحنا حيين بخير. ان شاء الله ديما تونس شيخ هاك وربي يعاونكم انتم. التوانسه الكل يلزمهم يوليو صوابعهم ازرق. خاطر 5 سنين باش تقعدوا تتفرجوا. باهي اليوم يلزمكم تقرروا مصيركم. من بعد ما تبديش تبكيو. اليوم. يعني بحق متفاجئ شويه. ما فهمش يعني زحمه ولا حاجه. كل شيء مريض. والله قمت 8 ان شاء الله. مراقبة حركة النافع. جينا لهنا باش نراقبوا الانتخابات. ما فما حتى مشكلة تو ماشية 5-5 الأمور. والحمد لله وربي يوفق كل واحد. ماشي 5-5 بالنسبة لحركة النافع ولا لا؟ الناس كل لاباس بربي لاباس. تعاوني ينتخب شي ولي واحد رئيس. فرحاني شنو دبل فرحه. اول مره انا ما انتخبتش الانتخابات اللي فاتت. ان شاء الله الانتخابات هذيا تونس تدخل في مرحله جديده ان شاء الله خير من اللي فات. خذينا قعدنا بيريود فكرنا وانا بيرسونيلمون عندي بيريود ملي خديت ديسيزيون عندي مينيموم 15 جور. اما احنا انتخبنا باش هذا يقدم معالي. هذا هي الاوبجيكتيف نتاعنا. هذا يقدم الفوق. جيت ننتخب باش ندي حقي واجبي الانتخابي ونحب تونس تتفرد امورها والكرب هذا اللي كنا نقاسي فيه ما عادش لا طاقة لنا به. هذا برشا حاجات تتقد الانتخابات تسير الى تونس الى رفع تونس في متطلبات الاجتماعية والاقتصادية وبرشا حاجات اخرى. فهمتني؟ هذا هو شو مازلنا مش نكملوا الخدمه ومش نروحوا ننتخبوا. ومش تروحوا وقتاش؟ نروحوا نص نهار. ما نعرفش انا اول مره باش ننتخب. ما نعرفش ما عنديش يعني اختيار. وان شاء الله ان شاء الله من حسن لي احسن. ان شاء الله ان شاء الله نحن نتمنوا تتقدم البلاد. انا اول ما عملت بطاقه تعريف حبيت نشارك معنا في الانتخابات خاطر حاجه اخرى باش تبدل وضعيه البلاد. عائلتي ما اثرتش عليا في قراري. معناها انا مبادئ الحزب هذاك عجبتني دونك مشيت انتخبته. وحتى في ورقه معنا الانتخابات حرت بورتو حطته في مخي حتى معناتها رهبت البكيت شدك معناها فهمت. بون ان شاء الله يكون اللي انتخبته وين في المستوى ان شاء الله. انا كذلك مشيت انتخبت حزبي هذاك ما بدلتوش نحبه وعارفته باش يعمل حاجه في تونس ويزينا من مؤقت عينا تعبنا بصراحه. ان شاء الله تونس تريض وتكون في امان. احنا تنجم تقول نمريو حتى في الدول الاوروبيه مش حتى الدول العربيه ويزمها الدول العربيه تفتخر بتونس. تونس هي كمثال في الديمقراطيه في الديمقراطيه وفي الحب في المواطنه في حب البلاد وحب الوطن. انتخبنا
لاباس الحمد لله، فما حتى شيء لاباس، عباره واحد يمشي يعمل قهوه ونورمال. ها هو ماشي. شكون ما انتخبش؟ ها انتخبنا كلنا، انتخبنا